ما أسباب التصعيد الروسي على إدلب في هذا الوقت تحديداً بعد فترة من الهدوء النسبي؟ خلال الأيام الماضية شنت الطائرات الروسية سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مناطق سيطرة المعارضة بحلب وإدلب. هذا القصف العنيف ترافق مع قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام خلف عشرات الضحايا من المدنيين. على الرغم من الكلفة البشرية نتيجة القصف الصاروخي، لأن الطائرات الروسية كانت تستهدف مواقع معظمها غير مأهولة لا مدنياً ولا عسكرياً عبر ضربات محسوبة لا توقع خسائر في صفوف المدنيين تحسباً لأي رد عسكري تركي وفي صفوف فصائل المعارضة تجنباً لأي سيناريوهات مستقبلية غير محسوبة. يتمحور التفسير الأوضح للتصعيد الروسي حول تنبيه موسكو لهيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى بأن انشغال القوات الإيرانية بالحرب في لبنان لا يعني انشغال القوات الروسية، وبالتالي فإن المعركة التي روجت لها الهيئة عن قصد الأسبوع الفائت ستترتب عليها كلفة باهظة، وبأن روسيا قادرة على دفع سرب من الطائرات الروسية والتي تقلع من حميمين بكل أريحية وسط هذه السماء المشحونة. هذه رسالة موسكو للجهات الفاعلة. وكما نعلم هذه التطورات ترافقت مع دفع قوات النظام حشودات كبيرة بهدف تعزيز جبهاتها تحسباً لأي هجوم. لكن يبقى هناك احتمال آخر بأن روسيا سترفع من وتيرة قصفها مع مرور الأيام وترتكب مجازر في صفوف المدنيين أو تلحق أضرار كبيرة في صفوف الفصائل العسكرية ومقار هيئة تحرير الشام، لتستدرج الأخيرة إلى معركة واسعة تكون فيها قوات النظام على أهبة الاستعداد وبدعم عسكري روسي جوي وصاروخي كثيف، وهي معركة سيحاول النظام من خلالها إثبات قوته والسيطرة على الوضع الميداني ورفع معنويات جمهور الداخل. ولكن الأهم هي المعركة كما يقول البعض بأنها ستكون بمثابة مهرب للنظام من استحقاقات إيفاء الديون لطهران في حال ارتفعت وتيرة الحرب الإقليمية درجة أخرى، عندما سترد إسرائيل وتقصف الأراضي الإيرانية، وحينها سيقول النظام بأنه مشغل بمعركة مع من يصفهم بالإرهابيين وبأنه غير قادر على الانخراط في أي تصعيد إقليمي محتمل، وبالتأكيد لن يسمح باستخدام مناطق سيطرته لشن هجمات ضد إسرائيل. هذا الواقع المعقد يتطلب من الفصائل العسكرية السورية حسابات دقيقة جداً للفعل ورده، بل ويحتاج إلى التنسيق والتوحد لا إلى التفرقة والاقتتال، إلى جانب تنسيق لقاءات مع الجانب التركي لمنع روسيا ونظام الأسد من تنفيذ هذا السيناريو على حساب الدعم السوري. والحسابات أيضاً يجب أن تراعي مسار التطبيع بين أنقرة والنظام، خصوصاً أنه وفقاً لمصدر دبلوماسي مطلع لموقع تلفزيون سوريا فقد جمدت روسيا الوساطة بين تركيا والنظام بظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة والمتمثلة بتصاعد وتيرة الحرب بين إسرائيل وحلفاء إيران، بالإضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي قد تعيد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. الخلاصة، النظام يحاول خلق جبهة يفر إليها هرباً من أي تصعيد إيراني إسرائيلي قريب.